خوف، لماذا لا يخرج حديث اليوم من التيار الديني الإسلام الإسلام السياسي ويقول لا تخافوا للأقليات، كل الأقليات الطائفية والدينية والعرقية والمذهبية؟ أن نتكلم بهذه اللغة يعني أن نقر بأننا متهمين، أننا نريد أن نكيد للأقليات. ما نتكلم به اليوم أننا نريد أن نبني دولة المواطنة، وهذا التعبير الذي اعتمده كل الأحزاب الإسلامية في تونس، في مصر، في اليمن، في كل مكان. ودولة المواطنة تعني المساواة في الحقوق وتعني العدالة لكل المواطنين. أيوة، لكن هي على أساس الشرع الإسلامي، وهناك لا آخرين. لا لا, لا, لا. دولة، هذا كلام غير دقيق. دولة الإخوان ليست على أساس الشرع الإسلامي؟ لا. الدولة التي يطالب بها الإخوان المسلمون أينما كانوا ليست دولة دينية بالأساس. يعني أنتم تقبلون بالدولة المدنية؟ هم يتكلمون أصلا عن الدولة المدنية وعرفوها بدولة المواطنة، حيث كل المواطنين وليس كل المسلمين فقط هم متساوين في الحقوق. الآن التطبيق هو دستور، التطبيق هو قانون، التطبيق هو صندوق اقتراع، وفي هذه الأمور المواطن الأصل أن يكون على قدم المساواة مع أخيه المواطن. لذلك أن أتكلم عن أقليات وأكثريات هذا يعني أننا نبني دولنا من منطق ائتلافات، وهذا غير صحيح. ولكن الأصل أن نبني معلش بلادنا على أساس المواطن.